نخلط كل مقادير ما عدا الكيك. يعني الكيك نحطي في الجلاس الصغير صغير، نحط كله في الخلاط. سوري. يلا. كم قشيب هذا؟ هذه ربع علبة حليب نستري. اوكي، تقريبا شي خلاص. هاي جلاس صغير صغير، نغمط هاتشي، نضغط هاتشي، ناو فينيش بوتين. خلاص انا حطي كل البانكيك داك الجلاس، الحين حطي خليط شوي شوي. أول ما خلصنا كله حطي كريمة داخل فوق الكيك، أقوم نحطي داخل الثلاجة. إذا طلعنا من الثلاجة نحطي هاي نصها بسكوت نتقدم. شكرا، لا تنسين لايك سبسكرايب لايك شير اند كومنت على تشانل تلمى راموس. ثانك يو، باي باي.